نروح معاكم لأخبارنا المتنوعة والمختلفة والعيشة واللي عايشينها، والبداية بإنقاذ مشردة من الشارع بعد تخلي أشقائها عنها. هتشوفوا صورتها دلوقتي، دي بنوتة اسمها هند، في زيها كتير، ممكن نقول يعني مئات إن ما كانش آلاف في بلادنا للأسف العربية. مشردة بتنام في الشارع بسبب يعني شوية تفاصيل هتشوفوها معانا. المهم إن هي جالها حالة نفسية وكانت بتحاول تنتحر. كل ده ليه؟ كل ده كان بسبب اختيار شريك حياة خاطئ، تخلى عنها وكمل عليها بقى للأسف الشديد إخواتها. يعني مش عارفة، تحسوا إن القصة ضاعت فيها النخوة والمروءة، اللي قرروا هم كمان هم يتخلوا عنها بشكل كامل. فكانت النتيجة بالنسبة لها إنها تفضل مشردة في الشارع. وعملت إيه بقى؟ راحت قصت شعرها زي الرجالة علشان يعني محدش يتحرش بيها في الشارع، ولما يشوفوها ست وماشية وملهاش مكان تبات فيه، أو أنتوا عارفين بيناموا تحت الكباري أو في أي مكان يلاقوه يعني ينفع ياخدهم كده، ما يكونش فيه العربيات بتعدي كده أو ممكن تخبطهم وبتاع. المهم يعني إن المعاناة بتاعتها كانت بتزيد كل يوم عن التاني. فان انتوا هتقولوا قصه ماساويه وقصه شديده في الاسى والحزن لما تتعرض البنت كده من كل الرجاله اللي في حياتها يخذلوها، ان كان جوزها او اخواتها. طيب احنا بقى بنحكي الحكايه دي لحضراتكم ليه؟ الحقيقه الحكايه دي عشان نتاكد كلنا ان ده ممكن يحصل لاي حد فينا لو ادى لبنته لواحد ما يكونش عارف قيمتها، ما يصونهاش في مقابل الكلام اللي خلاص يعني كل اذا استحالت بينهم العشره وبتاع، تبص تلاقيها بقى يقول لك اصل انا كلمتي ما تنزلش الارض ابدا، واذا نزلت الارض يبقى دي اخرتك، او يبقى. وبنشوف للاسف امثله مختلفه بالشكل ده وكتيره للاسف الشديد. حبينا بقى نوري الصورة ديت لكل بنت كمان كانت هتموت نفسها، وشايفة بقى ان خطيبها لكل الناس عمالة تقول لها يا بنتي مش مناسب، يا بنتي لأ، اهلها يقولوا لها طب افتحي عينك وشوفي كويس، هي شايفة ان ده اقرب حد لقلبها، وان هو يعني حبينا بعض خلاص بقى والحب ولع في الدرة وبتاع. حبينا برضو نقول للبنات خلوا بالكم ان القسوة وان الغلظة ساعات ممكن تحتل القلوب في النهاية، وللأسف ممكن تكون هي دي النتيجة. ربنا يا رب يعفو عننا جميعا ويتولى هند بعفو ورحمته وشفيها ويرجعها زي ما كانت واحسن يا رب. طبعا هي تم إنقاذها الحمد لله، وإن شاء الله ترجع لصحتها وعقلها. وحابين بقى نشكر كل حد وقف جنبها وحسسها إنها إنسانة، وإن هي زي ما كنا بنقول كده وعلماء النفس بيتكلموا تستحق قانون الاستحقاق، إنها عايشة عادي زيها زي أي حد. فبقينا في زمن للاسف ما يعلم به الا ربنا، والامثله ديت بقت متكرره بشكل او باخر. فيعني بصراحه ربنا يا رب ينجي البلاد والعباد، وناقوس خطر نضربه في يعني ودن كل بنت. خلي بالك واختاري الراجل اللي هيصونك مش اللي هيرميك الرميه دي. كل اخ بقى لحمك ودمك، مش عارفه يعني بصراحه الواحد يقول ايه في موقف زي ده. بعد ما انت اللي تحميها، انت مسلمها لكلاب الشوارع اللي هشوف لحمها وعظمها، والناس الغريبه هي اللي تنقذها وهي اللي تغير حالتها، يعني ده كده مش اخوه خالص، ده كده يعني انت عملت فيها زي ما عملوا اخوه يوسف على الاقل هم تابوا في الاخر.